رح نبدأ ساعتنا الثانية بموضوع يهمني أنا شخصيا. يمكن أنا دائما أقول إنه أنا واحدة من الأمهات العازبات وما هو صعب هذا يعني ما هو سهل هذا الشيء أبدا. وهذا الموضوع يعني فيه له تحديات كثيرة. نقول إنه أكيد مو سهل وما شاء الله أنت سارة يعني قدها وحتى يعني ما شاء الله حس المسؤولية عندك كبير. الحمد لله. وأنا أعرف إنه كيف أنت يعني حريصة على كل التفاصيل المتعلقة بتربية ملك. اليوم عندنا ضيفين كمان، عندنا أب عازب هو حاتم مطر وهو أب لبنتين الله يحفظهم، وكمان يسعدنا تكون معنا من بيروت ساندرا رزق اللي دائما نشوف صورها الحلوة مع بنتها نور. نقول لكم صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. صباح النور. صباح الخير حاتم مع الاستوديو وساندرا عبر سكايب. اهلا اهلا صباحكم. اهلا خلينا نبدا مع حاتم. حاتم نرحب فيك وفي فيديو خلينا نشوفه مع المشاهدين. الله يخليك. ونرجع نستكمل الحديث معك. يسعدهم ويحفظهم لك صراحة ما شاء الله مرة كيوت. ايش تسميهم وكم أعمارهم؟ تمارا عندها 11 سنة وأنا عندها 9 سنين. ما شاء الله. قل لنا إيش أكبر تحدي لك وأنت يعني أب عازب وتهتم في بنتين؟ والله التحدي عارفة لما تكوني بتحبي حاجة مفيش حد لازم أو بيقولك مثلا أن ده صعب أو سهل، أنت بتكوني قدها لأني حابة هذا الشيء. بس طبعا أن أنت تكوني لوحدك أو لوحدك لازم تعملي دورين. والمجهود بيبقى الضعف. ف يعني ان الواحد يبذل هذا المجهود طبعا في اولاده ما بيبقاش تحدي عشان هو حابب هذا الشيء، بس يعني ان انت تشيل المسؤوليه دي لوحدك طبعا بيبقى فيها الصعوبيه بتاعتها. حاتم ما تفكر يعني ما يمر عليك احيانا تفكير انه انت ترتبط يعني بشركة حياة جديدة، امرأة ممكن يعني تساعدك بالمسؤولية هذه، يمر عليك الموضوع؟ بتمر علي طبعا الموضوع، وأم حاتم طبعا ما حدش وصيها مهتمة في الموضوع جدا، وأبو حاتم طبعا مهتمة في الموضوع جدا. بس الواحد لازم يلاقي الشخص المناسب طبعا لي وللبنات أكيد، عشان ده قرار بيهم 3 أشخاص. صح. فطبعا أن الواحد يلاقي هذا الشخص وفي هذا الزمن وفي الأوقات بتاعتنا دلوقتي مش سهل، ده يبقى فيه تحدي. صح صح. انت ما شاء الله عليك شيف وعندك شغل خاص فيك، فكيف يعني ما شاء الله قادر توفق بين بنتين في هذا العمر اللي هو يعتبر عمر حساس شويتين؟ صح يعني صح. وكمان اشغالك. البنات زي ما انتم شفتوا في الفيديو بيشاركوني في كل حاجه، سواء كان شغل او يعني بنتبسط مع بعض، وساعات بدخلهم في الشغل عشان ننبسط مع بعض. بيطبخوا معايا، بيحضروا الايفنتات بتاعتنا، وبيجربوا في المطبخ، ولو في اي حاجه ليها دعوه بالمطبخ اول ما يجرب ويقول الأكل ده كويس ولا لا هم تمروا هنا. هم. أيضا خلينا نروح لساندرا. ساندرا حياك الله من جديد. وخلينا في صباح النور. أهلا. لو أنت تعرف على نور ما شاء الله، كم عمرها الآن وكم يعني عمرها لما أنت بديتي تربينها لحالك؟ نور هلا حبيبتي صار عمرها 9 سنين ما شاء الله. نعم. و كان عمرها تقريبا 10 اشهر لما صرنا انا وياها لحالنا يعني. تمام. طيب خلينا نتابع الفيديو مع المشاهدين ونرجع نتواصل معك. Hello, how are you today? Hello, how are you today? Now I don't be out. Mama! Mama! الله يسعدها لك وخلي لك هي ان شاء الله. وانا ذكرتين صراحه بي انا وملوكي عندنا هذه العلاقه اللي تكون صحوبيه اكثر من ام وبنت. بس ايش اكثر التحديات اللي بتواجهك لما انت بتربي طفله عمرها 9 سنين وبتربيها من زمان لحالك؟ في تشالنجز كثير يعني صعوبات كثيره، بس يعني في ديتيلز صغار، في كثير قرارات صعبه
تاخديها كأم لحالك، يعني بدك رأي الأب دائما، وخصوصي لما يكون بعد عن أصغر، يعني لما بتكون أصغر، يعني مثلا أي مدرسة تختارين لإلها، أي مين الحكيم اللي بدك تسلمي صحتها، مين الأصحاب يلي عم بيزعجوها بالمدرسة، يعني نحن صار معنا إنسيدنس بالمدرسة وبرات المدرسة، بدك تتصرفي كأم وأب بذات الوقت، يعني هيدا الشيء صعب. هلا هي أبوها عايش برات لبنان وبيزورها يعني كذا مرة بالسنة، بس إنه مش موجود معنا هو، وهيدا الشيء كتير صعب إنه هي تكون على مسؤوليتي وقراراتي لحالي. نعم. ساندرا، في سؤال دائما الأطفال يسألوه لما الأم والأب يقرروا ما يعيشوا سوا، إنه ماما ليش إحنا مو عايشين سوا، إنه عيلة واحدة في بيت واحد، إيش تقول للنور في هذا الموقف؟ وأكيد إجابتك حتكون مهمة لأنه في كثير أمهات وأبهات في هذا الموقف كمان. صراحة أنا لما بلشت تكبر وتسأل استشرت سايكايتريست، يعني طبيبة نفسية، قالت لي ساندرا أنت لازم تقولي لها الحقيقة، ونور كان عمرها تقريبا 3 سنين. قالت لي بتحطي لها القصة تبعيتكم بالبيت أنت وياها وأبوها بقصة، بتسميها للبنت دورا مثلا، بتخبريها أنه دورا أهلها ما بيتفقوا، أهلها مثلا بيا بحب البلو أنت بتحب البينك، مشان ما تتشارعوا، مشان ما تتعالقوا، مشان ما هي تزعلوا وأنتوا تزعلوا، انفصلتوا، صار هو ببيت ونحن ببيت، صرنا نعملها إياها مثل قصة، خبرها إياها كل يوم بالليل. شوي شوي صارت تفوت القصة، تصير شوي طبيعية بالنسبة لإلها. لبس صارت بعمر 4 سنين أنا رجعت قعدت معه وفهمت أنه مام أنا وداد نحن منحبك كتير، ونحن أحلى شيء صار أنه أنت جيتي على حياتنا، بس أنا وياه ما منتفق، بس نحن بالآخر أهلك. نعم. أحلى أنك تكوني معي أنا ومبسوطة أنا وياكي، ولما يجي هو على لبنان بتكوني معه مبسوطة أنت وياه وحدكم، كوز نحنا تجذر منا مبسوطين. نعم. مرة على مرة صارت تفهم الموضوع، وصرت دلية على أطفال أهلهم كمان ديفورس، وتتأقلم يعني الأطفال كويس أنه يتأقلموا، أهم شيء أنه إحنا دائما نكلمهم في الموضوع. أنت حاتب لما تحطت في ذا الموقف؟ والله تحطيت في الموقف واستفدت من الإجابة دلوقتي، عشان إحنا أحياناً الواحد ما بيستشيرش حد تاني إلا بعد ما السؤال بيتسأل. أنا تسألت السؤال، بس طبعا تمارا وهنا بقالهم معايا 4 سنين، فكانوا كبار وكانوا فاهمين. أوكي. وكانوا فاهمين إن يعني أنا وأمهم بنحبهم، لكن إحنا الاتنين لوحدنا بنبقى متفقين أكتر. فكانوا فاهمين كده على كبر، بس الإجابة حاجة القصة يعني ممكن أستفيد بها دلوقتي. إحنا سألنا ببداية الحلقة حاتم أنه برأيك مين أصعب، أنه الإمرأة تربي أبنائها بدون الأب، ولا الأب يعني يربي أبنائها بدون الأم؟ لا أظن الاثنين عندهم نفس الصعوبية، ولا أنا معاك 100%. أنا معاك 100%. هو الفكرة أنه أنت زي ما أنت قلت لازم الأم تكون الأم والأب، والأب لازم يكون بالزبط. الأب والأم واستحالة نفس الصعوبة. واستحالة الموضوع ده يعني يمر على حد وأنت فعلا ممكن تمثل دور أم الأولاد أو أب الولاد. فالواحد يعني بيستنجد بأهله قرايبينه وصحابه يسدوا الفراغات اللي الواحد بتبقى عنده. صح، مليون. وبالإنجليزي بيقولوا it takes a village، كل الناس اللي حواليك هم اللي بيربوا العيال معاك، حتى لو كانوا أصحابك الأقارب يعني. بالضبط. نعم. طيب ساندرا، من وجهة نظرك هل تعتقدين أنه المجتمع يتعاطف مع الأب العازب أكثر من الإمرأة العازبة، الأم العازبة؟ بصراحة حلو سؤالك. انا بيرسونلي انا بتعاطف مع الاب العازب، يعني انا في عندي في الممثل جيسكار ابي نادر كمان بيربي اولاده، هو بلاقي الصعوبات اللي هو بيلاقيها، لانه الاب اوريجينلي بالفطره ما عنده طولة البال مثل الام، يعني هو لا يقدر يطول باله هالقد ويربي ولدين، وهلا مثل حاتم God bless you ليقدر يقوم بدور الأم، هو أصعب من أنه الأم تقوم بدور البي. أنا بالنسبة لي هيك بلاقي. طيب كيف قاعد تعوضين هذا الغياب؟ غيرنا بيتنا على منطقة. كيف قاعد تعوضين هذا الغياب؟ غياب الأب كيف تعوضينه؟ ما بيتعوض. يعني نحن عنا مشكلة، يعني
الوجود الذكوري بالبيت هو امان، يعني ما فيك تنكره. هلا انا بابا موجود وخي موجود وصهري موجود، بس هيدا مش ما بيحل يوميا محل الاب بالبيت معنا. يعني نحن انا اضطريت غير بيتي لكامباوند في جيت وسكيورتي وكاميرايات ورجال سكيورتي بالليل تحت البنايات لنور تحس حالها انه قادره تنام. يعني لما كنا ببنايه ما فيها سكيورتي النور ما كانت تعرف تنام، ما كنت اقدر اترك البيت ولا لحظه لا بالنهار ولا بالليل. هيدا الشيء الام ما فيها تعوضه، السكيورتي الامان يلي بيب يعني صارت عمرها 9 وصارت تعرف تحكي. ساندرا احنا نشكرك والله يحفظ لك ان شاء الله يعني لما يحفظكم صارت فيها تتصل. الله يحفظكم جميعا ويخلي لك اسرتك الصغيره والكبيره يا رب. والله يسعدكم ودائما نخليكم في امان. اكيد شكرا لك يا ساندرا. وحاتم احنا نبغى منك بس نصائح اخيره لاي اب عازب يتفرج علينا اليوم، كيف يقدر يربي بناته بسهو او بالاشياء الخبرات اللي انت الحين عندك خبره فاشياء نستفيد منها. لو الواحد ممكن ينصح نصيحه ان الاب او الام تصاحب أو يصاحب أولاده. دور الأب زمان اللي هو أبهاتنا أبو حاتم وأم حاتم كانوا الأول أبهات، وبعدين لما كبرنا إحنا صاحبناهم. فدلوقتي لو ما قدروش يلاقوا فيك صاحب وصديق يسألوه ويستنجدوا بيه، دلوقتي ممكن يبصوا على الإنترنت ويلاقوا إجابة مش كويسة. فلو الواحد يصاحب أولاده وبناته ويخليهم صريحين معاه، صح، أفضل إن الإجابة تيجي منك وتردي عليهم بطريقة أنت عاجباها بدل ما يروحوا يدوروا في أصحابهم وناس ما تعرفيهمش وفي الإنترنت. هذا سواء كان الأب عازب أو مش أو عازب. أيوة ده صحيح. أو لا هو فعلا أنه أنا أسوي نفس الشيء، يعني أنا دائما أفضل أنه هي تسألني أنا وتعبر لي مشاعرها وتتكلم عن أشياء، حتى لو هي زعلانة أنه مثلا أبوها ما في ولا زعلانة أنه عن الانفصال لازم أخليها تتكلم. صح. أهم طول ما هم بيتكلموا طول ما أنه إحنا نقدر نحل أو نعالج هذه المشكلة. حاتم لما تجيك أسئلة عن الأم وأحيانا مثلا الابن أو البنت يكون عنده تذمر من غياب الأم، صح، ومهما تبرر يبقى في تذمر، كيف تنقل صورة الجهة الأخرى أنت بالنسبة لك؟ طبعا إحنا عندنا في البيت أمك ثم أمك ثم أمك. فطبعا أم الأولاد بتشاركني في تربيتهم وهم ساعات بيبقوا ما بينها وما بيني. إحنا بننقل صورة بعض دايما في أحسن الحالات وفي أحسن الصور، لأن لو انتقدنا بعض في أي وقت من الأوقات تيجي تقول حاجة مش هيسمعوا كلامك أو يسمعوا كلام، ودايما محتاج ليك ظهر وحد يوافق رأيك في التربية. حتى لو أنتوا مش بتربوا مع بعض بس بتربوا في نفس السكة. صح. وهذا شيء مهم، وشيء مهم أن الأولاد دائما يعرفوا أنه حتى الأم والأب مو موجودين سوا بس هم يحبوا الأولاد مهما اختلفت. صح. الظروف. وأنا أقول لك يعني صراحة عن تجربتي الشخصية، أنا انفصالي ما كان كويس أبداً. وأنا أبداً معك. وأنا معك. ويعني وصلت مرحلة أنه أنا في حياتي ما كنت أبغى أشوفه ثاني لدي الدرجة، بس عشان بنتي ملك. صح. حسيت أنه أنا أقدر أتجاوز هذه التجربة وأخليها ترجع تشوفنا إحنا الاثنين سوا في غدا في عشاء، وصرنا نقدر نسوي هذا الشيء عشانها هي بس. وصار الموضوع عدل الحمد لله. وفعلاً الأولاد يخلوك يعني تطلع يعني تطلعوا منك قدرات جديدة. هلا كمان عندها أنا أول شيء بدي أسلم على حاتم. حاتم صديق عزيز كتير، وتحب أعطي شوي يمكن هيك من الشيء اللي ما كتير الناس تعرفه عن حاتم. حاتم عنده مهنتين كتير تشالنجينج، يعني عنده شغلتين بيشتغلون بكامل قوة، بيربي بنتين بنفس الوقت. وكمان بحب شغلة بحاتم إنه ما بيحط نفسه بموقف الضحية، وهي يمكن شغلة لكتير الأهل العزاب سواء أب أو أم إنه ما يحط نفسه موقف الضحية، لأنه هي الحياة حتمشي. صح. وهو مشى شغلين بحبهم، شغل يمكن بيعطيه رزق وشغل في عنده الشغف لإله. وهو من الناس اللي مثل ما هلا عم يحكي قدام الكاميرا فعلا بالحقيقة هيك بيربي أولاده على أو بناته على هي الفلسفة لنقول. فدايما الحديث مع حاتم حلو كتير.